بترك الدراسة وبروح السوشيال ميديا. خلال فترة الدراسة بأطفي الجوال بحطه بالخزانة. فترة امتحانات بالذات بنلاقي كأنه الجوال فيه جاذبية معينة بجذبنا إله، فكيف بوافق بين السوشيال ميديا وامتحاناتي؟ صراحة بالغالب بنعرف فترة الامتحان بيكون فيه نوع من الكسل ونوع من التوتر كمان، فبنحاول نشرد على السوشيال ميديا. بهذا الفصل بما أنه سنة أولى سبت السوشيال ميديا ومسكت الدراسة، بس إلا غير إن في جزء من الجامعة بيعتمد على الإلكتروني طبعاً. تقريباً السوشيال ميديا كانت شبه عائق، بس هو الواحد دائماً يحاول يوفق بين وقته وقرايته والسوشيال ميديا، خاصة مرات ممكن أنت تستفيد منها بشكل كبير. أيام الامتحانات تحديداً بانقطع تماماً عن السوشيال ميديا، يعني بطفي الجوال على أساس إنه خلصت دراستي بأخذ بريك مثلاً بعد الدراسة. طبعاً بكون مضطر إني أوافق بيناتهم، لأنه إذا بدي أكون طول الوقت على السوشيال ميديا صراحة بنضيع في الامتحانات. أنا مش من رواد السوشيال ميديا، لأنه بالأول وبالأخير مش هتدفع، فبدرس وبالآخر يعني بأخذ بريك، بقعد على السوشيال ميديا أو ربع ساعة نص ساعة زي هيك. بنوافق بينهم يعني ساعات للسوشيال ميديا وساعات للدراسة، لأنه لازم يكون الوقت متناسب، حتى السوشيال ميديا أقل من الدراسة. فترة الامتحانات بيكون كتير ضغط، فلازم يكون لها دراسة أكبر حجم كمان. مجرد أنه تستخدمها بشكل إيجابي، أنا علي امتحانات مثلا، ولكن ممكن أنا أطلب المساعدة من أصدقائي خلال السوشيال ميديا على الفيسبوك أو المنصات الثانية، ونشارك ملفات عسب ندرس، يعني ندرس ونعمل الدراسة مشتركة ما بيننا. هذه هتكون يعني توفيق إيجابي للسوشيال ميديا، وهيك أنا بقدر أوفق ما بين دراستي وما بين السوشيال ميديا في نفس الوقت. يعني أنا بوفق بينهم الاثنين، يعني بعطي شوي للدراسة وشوي للسوشيال ميديا، يعني إني ما بتناول أهلي بيقطعوا عني كتير، بس بوفق بيناتهم الحمد لله، يعني بعطي هذا وقته حقه ومسؤوليته وهذا حقه، لو ما عطي شيء بنسحب من الجوال يعني من الطرفين. بحاول قدر الإمكان أقسم وقتي، يعني مثلا يكون في فترة معينة أفتح فيها السوشيال ميديا آخر الليل، طول النهار بكون بدرس مثلا، أو في فترة راحة بقعد فيها على السوشيال ميديا. بس